مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في المايسترو مع نشان. مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم عبر شاشة الـ LBC برنامج المايسترو. بدي حي الصحافة اللبنانية والعربية يلي بتتابع وبتغطي أخبارنا بالمايسترو بشكل يومي. اليوم بشكل خاص بدي خص بالذكر الزميل الصحافي الياس قطار من صحيفة البلد اللبنانية. نحن بنشكرك الياس قطار. اسمها فعل وهذا اختلاف، وقاعدة الاختلاف أن يكون ما سلف حقيقة متنقلة بجسد حواء. وما أدراك ما حواء في الصحافة؟ رصيدها كما تعنون عين نسر، قلب لبوة، وقبضة جنرال، لتمسك بثالوثها زمام السلطة الحبر، المنتج الأغلى ثمنا في العالم والمسبب الرئيس لهز عروش وبناء ممالك. مجموعة نساء عبر العصور هي شبيهة جورج ساند بعشقها لشوبان ولم يأتي بعد، مناضلة كسيمون دو بوفوار، وبالتزامها بسارتر برابط أقوى من رياح السماوات، ومتمردة هي كروزل يوسف متى استأسدت بوجه ملك السرايات. حين تلقاها تراها توأم اسمهما نضال، نضال يجن، يثور، يغضب، يتوعد، وفجأة يكظم غيظه أمام إنسانية نازفة، ونضال يعشق ويهين وينأى بدمع متأبطا أريكة وكتابا حتى ينبلج الصبح قارعا جرسا دوريا هو الزاد في مشوار اختارها وما اختارته. صباحة يوم الجمعة ابدأ نهارك بآخر صفحات وليدتها لتكون هي أول الدلالات كيف نام فكر وصحى، كيف يطبع تيار في صحافة الفن العربي غالبية من الرأي العام ومرجعيته أنه قرأ في الجرس، استند على مقولة في الجرس والخبر في الجرس فيأخذ الخبر ويطير به إلى السماوات. بكلمات وجيزة أختصرها، ولفكرها تتمة ولإنسانيتها رقم مرمز نقب عليه بدورك أنت، فتجده مزيجا من التمرد اسمه بلغة عشاق الكلمات المتقاطعة نون ألف، وبلغة المنشطات العالمية وبحبر سري يفك فيظهر اسم مايسترا في الصحافة اللبنانية والإعلام اللبناني والعربي نضال الأحمدية. مساء الخير والإحساس والطيبة. مساء الخير. مساء الخير. You look beautiful. I know. دغري. عينو، أول شيء بدي أقول لك نضال أحمدية هابي بيرثدي. ثانك يو. ليلة 9/9/2009، يعني الأخ بارك من دولة الكويت هيك أرسل لي، قال لي لأشخاص متميزين 9/9/2009، يعني ما بتصور رح نعيش بعد كثير نشوف 9909. ملكي ما بتعرف أنا مأمنة بي بي رايت باك. بي رايت باك رح نحكي عنها، حكينا مع أستاذ بقى. يو لوك بيوتيفول شوين. ثانك يو حياتي كلك سوق. أنت من الناس يلي تهتمي بقلمك، تهتمي بحبرك، تهتمي بكلمتك، وبتهتمي بأنوثتك. صح. ليلي مين عم يحضرك نضال؟ بعتقد في عندي عدد كبير هائل من الفنانين. عندك كثير ناس. عندك اللي بيحبوك بيكرهوني واللي بحبوني نضال وكمان عم يحضروك انت كمان ان شاء الله. شكرا نضال. في ناس بيقولوا يا خي اكيد رح تعمل اليوم، رح تعمل منشطات نضال احمديه. ايه عنهم. اكيد مزبوط. ليش بيقولوا يفهموا بيتهم. تفضلي معي. تفضلي معي. عندنا يمين وعندنا شمال نضال، بدك تختاري اليسار. كل عمري يساري. والبادي لانجويج تبعك بيرف. غنى. اوه ديكور الغنى. تفضلي نضال الى ديكور ال انا هون. بدك تقعدي هون. تفضلي. بس لحظة كثير بتتغير لحظة. انت ما عشت غنى ببدايتك؟ انا خلقت غنية. خلقت غنية؟ اوبس. لانه في مقام. لحظة
في مؤامرة، تفضلي. ما بعرف هلا كيف صرنا، كنت عم بحاول اقعد بوش القبلة وضهري البحر، بس هلا ما بعرف برم الديكور ما بعرف. ضبطت معك، شوف كيف انت غنية. انا خلقنا، مش انا خلقت، اكيد ربي اعطانا هيدي النعمة، بس نحن خلقنا غنية. يا هي الديكور كيف عم تتغير. محمد حفاوي عامل شغله صح مظبوط. اصلا وبروفيشنال شو محمد. شو مغير فيه محمد؟ انا بتعرفيني، انا بعرف قال لي الناس. قال بدي اعملك مثل نجوى كرم. ايوه قلت له الله يخليك، عندي مش بالنجوى. عندك مشاكل بعد مع نجوى؟ من نجوى، مش مع نجوى. شو هي؟ انه اطول مني، انه احلى مني، انه قمر. لا مش احلى مني اكيد، احلى ما تصدق هلا. قال لي بدي اعمل عيونك مثل نجوى. فقلت ما بيزبط، بليز خليك معي، لو صار معي اي بروبلم على الهواء. وحكيت مع المخرج الاستاذ باسم كريستو، قلت له من بعد اذنك لو صار معنا شيء على الهواء كافيار لانه غني. فبشيل لي اياهم. نضال بتعرفي كنا مفكرين انا وطوني سمحنا انه ناخذك دغري على فقره النار، انما هي اللي تشعل النيران وتخمد النيران. رح احكي مش غلطانين. رح احكي عن نجوى كرم، ورح نحكي عن اذا كنت شايفتيها دائما جميله وكنت دائما تتمعني بجمالها. هلا صارت احلى، هلا صارت احلى. ايه طبعا. امتى؟ بعد ما تصلحتوا؟ لا مش لانه صلحنا. حقيقه نجوى محليه بنسبه 70%. كيف يعني؟ ما بعرف شو يعني بنسبة 70%. مشرقتها يعني. مشرقتها، مش عامل شيء تجميل مثل ما بيخبروا، بس حتى اسلوبها بالحكي، حتى يعني تطلع كل عمرها هيك نجوى بتحكي؟ لا بتحكي غير؟ صارت احلى. لا كلنا يمكن عفرائك. هي بتراقبني دائما مثل ما بدك. نضال خلقتي غنية وافتقرته. ايه مثل كثير من الناس بلبنان. وبي لانه كان مناضل، يعني طبيعي يفقر. طبيعي كل حدا عنده كرامه بيفقر بالحرب. لانه خلقت نقمه عندك؟ لا لا بالعكس. ما بتقولي شو هالحياه، شو هالقدر؟ لا. مثل ما بتقول اليسا، الساعات بتعطينا حاجات وبتاخذ منا حاجات باغنيتها اواخر الشتاء. القدر يعني غدار كان معك؟ مش كان يعني، هلا عم بس مش القدر، بخصوا القدر، خص الناس اللي بتعيش بينهم، خصت يعني هالروح اللي الاجتماعية العامة في جو يعني من الحقد مرعب ضد المرأة بشكل عام. فكيف إذا كانت المرأة مشرقة وناجحة ومتفوقة على نفسها؟ أنا ما بقول أني متفوقة على حدا أبدا، بس على الأقل أدعي أنني استطعت أن أتفوق على نفسي وعلى ضعفي وعلى القهر الذي مورس بحقي كإنسان. ففي بعض الناس ما بتقبل. بنت عمري 14 سنة اليوم، من الجبل، تعرضت لظروف نفس شبيهة بظروفك، اجت لعندك اليوم، طرقت باب الجرس، قالت لك مدام نضال أنا متفوقة وبتساعدين من الباب الواسع؟ ما أنا بساعد الكل من الباب الواسع، ومش بالضرورة من الجبل، مع إنه اجت بنت من الجبل. بعد سنتين مراسلات استقبلتها. في ناس بيستقبلهم وبكفوا وبياخذوا الطريق الصح، مثل ما أنا بقشع يعني. وإن شاء الله أكون أنا على صح، ما حدا بيعرف. ما حدا بيعرف لأنه نسبية، في يعني نسبية صح. وفي ناس بيغدروني. بيغدروكي؟ طبعًا. ليه؟ يعني كثير الموضوع طويل. اخر مره وقتها دخلت المستشفى في المقاصد الاسلاميه لما جيت زرتك وما قدرنا ندخل لانه كنت ليه كنت دخلتي؟ كان في غدر؟ كنت محبطه؟ انهيار عصبي؟ لا ما كان عندي انهيار عصبي. الاطباء قالوا انه انت مفروض ترتاحي. طب قلوا لهم عندي انهيار عصبي؟ بيقولوا لي لا ما عندك انهيار عصبي، بدايه انهيار عصبي. بيقولوا لي ما عندك بدايه شيء، عندك انه لازم ترتاحي وممنوع تردي على التليفون وممنوع تحكي مع حدا حتى ما توصلي لهيدي المرحله. فعزلوني 7-8 ايام، بس هربت من المستشفى طبعا ورحت عملت شوبينج، اشتريت اغراض يعني، ورجعت بالشحاطه وسيرفاتمون. نضال احمد هي تخليك قلت السيرفاتمون صح؟ ايه سيرفاتمون. ايه احلى ما اقول شابوبو غلبت بالفرنساوي لاني بالمره غلط؟ ايه غلط، انا بعتذر. بالبيجاما، بيجامه الرياضه، لانه ممنوع شيء ممنوع. بيجاما غلطين
يعني بيجاما بالعربي بيجاماز معربي معربي بيجاماز لا نو 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 ما بدي اقولها باللغه الانجليزيه معربي فيني اقولها بالعربي طيب خلص ممتاز